استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر مستشاريه ووزيريه في أمر غزو قريش، فقال أبو بكر: هم قومك يا رسول الله، يعني أحسن ما تغزو، هم قومك يا رسول الله. فقال له: وما تقول يا عمر؟ قال: هم أعداء الله، قالوا عنك إنك ساحر ومجنون وكذاب وكاهن وغدروا وفعلوا وفعلوا وفعلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خلق الله من هم ألين من اللين، يشبهون إبراهيم عليه السلام، وأنت منهم يا أبا بكر. إبراهيم عليه السلام أبوه قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا قال له إبراهيم؟ سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وقال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن من خلق الله من هم أصعب من الحجر، وإنك منهم يا عمر، وإن حالك وحالهم كحال نوح عليه السلام. فإن نوح عليه السلام قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني أحدا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. والأمر أمر عمر، يعني الرأي رأي عمر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عازما على التوجه إليهم.